ورحنا وقدمنا إلى ديوان ولي عهد أبو ظبي رسائل أكثر من 5 مرات. بعد مدة نتصل نسأل إيش صار في موضوع عليا، يقولوا لنا طلبكم مرفوض. طيب ليش مرفوض؟ ما يردون. حاطينها في مستشفى، في غرفة، في سجن، ما في علاج، ما في شمس، ما في هواء، مكبل حديد، إيدها ريلها، حتى لدرجة أن لما تروح في دورة المياه تتوضأ تطيح في دورة المياه، تتم بالساعات مرمية داخل دورة المياه. عقب يكتشفون أن العسكرية اللي في غرفة تحرسها تشوفها تتأخر، يلقون هالبنت مغمي عليها بالحديد.